السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله الحلقة التانية من سلسلة مفيش مشكلة ملهاش حل. السلسلة دي ان شاء الله بنعالج فيها مشاكل ولادنا، تقسيم الوقت، ازاي اذاكر، ازاي احفظ كلمات وما انساهاش، طب ابني ضعيف اعمل ايه، طب ابني ضعيف واسسته مش جايب نتيجة اعمل ايه، طيب ابني شاطر بس بينسى. كل المشاكل ان شاء الله دي نلاقي ليها حل ونتناقش فيها مع بعض. حابة بس النهاردة اتكلم في موضوع محير الناس كلها، خصوصا الناس اللي ولادها لسه صغيرين داخلين كيجي وجريد 1 وجريد 2، وتطبق عليهم النظام الجديد. الفيديو بتاعي النهاردة حابة ان هو يوصل لاكبر عدد من اولياء الامور، فياريت قبل ما نكمل الفيديو نطلع ندوس على الزرار الاحمر تحت الفيديو سبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل فيديو بنزله، ونعمل لايك وشير للفيديو. طيب النهاردة يا جماعة ان شاء الله هتكلم على ادخل ابني تجريبي ولا خاص، عربي ولا لغات ولا حكومة. اولا يا جماعة رأيي في الحكومي، الحكومي النهاردة ممتاز جدا كمستوى مدارس، مش بتكلم على مناهج، المناهج كلها بقت يعني محدش فاهم لها اصلا، انا بتكلم على مستوى مدرسة. احنا طلعنا سمعة على الحكومي ان هو لا، في ولاد مش مؤدبين وفي ولاد مش نضاف ومش شاطرين، وولاد الناس الفقيره قوي هم اللي بيخشوا تجريبي، ولا حكومي، ولا انا ما دخلش ابني حكومي، ولا مخلطوش مع الناس دي. لا يا جماعه مفيش الكلام ده خالص، الحكومي مش شغالين، اصل الحكومي ما بيعملوش، اصل الحكومي ما بيشرحوش. لا مفيش الكلام ده خالص، الحكومي بيشرح كويس جدا، فيها ولاد شاطرين جدا، نضاف جدا، مؤدبين جدا. السنه، مش السنه دي بس، السنين اللي يعني اللي هي الاخيره دي، المدارس الحكومه عامله شغل في المدارس فعلا، والمدرسين عاملين شغل في مدارس الحكومه رهيب جدا حقيقي، شغل ممتاز من حيث شرح، من حيث يعني تجميل مدرسه، بحيث ان الطلبه يبقوا قاعدين نفسيتهم مرتاحه، الطلبه نفسهم. انا واحده من الناس يا جماعه خريجه مدارس حكومه، والله انا عمري ما دخلت مدرسه خاصه، الموضوع ملوش علاقة ولا تجريبي، يعني الموضوع ملوش علاقة بخاص وتجريبي، فهو ده اللي بينجحنا، ده اللي بيخلينا كويسين. طيب كلامي النهاردة اكتر اختار تجريبي ولا حكومي. بالنسبة للخاص، المدارس الخاصة في مصر مفيش، ما بتقدم لكيش النتيجة اللي انت عايزها. انت عايزة ابنك الاكسن بتاعته تبقى كويسة، عايزة يتكلم كويس، ينطق كويس، لما يوم ما يروح يقدم في اي شركة شركات تتهافت عشان تاخده، تمام؟ لا مفيش مدرسة في مصر يا جماعة بتوصل للكلام ده خالص، حتى المدارس اللي هي مصاريفها بخمسين وستين وسبعين ألف جنيه ما بتوصلش للكلام ده خالص. لو مفيش اجتهاد من البيت ومفيش مذاكرة من البيت ومفيش اهتمام، والله لو دخلت ابنك مدرسة بمليون جنيه مش هتفيد، تمام؟ طيب فكلامي النهاردة موجه للناس اللي عايزة تدخل تجريبي. حضرتك عايزة تدخلي تجريبي عشان ابني ما دخلوش حكومي عشان ما يختلطش بالولاد الوحشين بتوع حكومي، فانا كلامي مش موجه ليكي خالص، لان زي ما وضحت الحكومي فيه ولاد ممتازين جدا اخلاقيا واجتماعيا ودراسيا وكل حاجة. طيب قدامي النهاردة بقى ام محتارة عايزة تدخل ابنها تجريبي علشان تحاول، هنقول مثلا الظروف المادية متوسطة زي المستوى العادي بتاعنا كلنا، فمش هقدر على الخاص، وفي نفس الوقت الحكومي انا نفسي ان انا ادخله تجريبي عشان تبقى اللغه عنده كويسه، مستواه في الانجليش يبقى كويس. طيب النهارده يا جماعه التجريبي بقى تقيل قوي وبيوصلكيش برضو للنتيجه اللي انت عايزاها. التجريبي النهارده بناخد ماده طبعا العربي، بناخد الماس، بناخد ديسكفر دي انا مش عارفه لها ماده، يعني انا واحده من الناس مدرسه انجليش بس ما بشتغلهاش، انا بشتغل كونكت او كونكت بلس بس. ديسكفر دي عبارة عن معلومات عامة، فيها معلومات تاريخية، فيها معلومات عن العلوم، فيها معلومات عن دراسات، فيها معلومات عن جغرافيا، فيها معلومات عن تاريخ، حاجات زي كده. في منهج كونكت طبعا نازل قرار محدش عارف صدقه ايه، بس يعني بيقال ان المدارس كلها دلوقتي هتطبق عليها كونكت، وهتاخد كمان كونكت بلس كهاي ليفل او كمستوى رفيع، هيبقى مادة نجاح وسقوط. لكن المادة اللي هتدخل في المجموع اللي هي مادة الكونكت، سواء الكونكت او الكونكت بلس، فالاتنين اسوأ من بعض. يعني مفيش منهج هاي ليفل اتدرس زمان او بيتدرس مع النظام القديم وصل لصعوبتهم.
انا تقريبا اشتغلت اغلب المناهج الموجوده، سوبر لاند، انجلش زون، ايفري بودي اب، يعني كلوز اب، مناهج كتير. انا مش مركزه دلوقتي في اسامي المناهج بالظبط، بس اشتغلت مناهج كتير قوي. هنقول مثلا ليتس جو، ماي فور مي، توب سكور، هنا مثلا في القاهره زي ما قلنا ايفري بودي اب والانجلش زون، مناهج كتير قوي 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 قوي. مفيش منهج وصل لصعوبة كونكت وكونكت بلس. تمام. جريد 1 السنة اللي فاتت اتدرس معاهم منهج كونكت بلس. اليونت الاولاني بس كان فيه مفرد وجمع، كان فيه this و that و this و those، كان فيه verb to be، كان فيه present simple، كان فيه present continuous، كان فيه subject pronouns و possessive adjectives و possessive pronouns. طبعا كل ده كاملين، يعني present simple ده اللي كنا بناخده مثلا في grade 4 على السنة كلها، لا ده اخدينه كامل في يونت واحد. تمام. اللي بكلمكم عليه ده مش المنهج كامل، ده اول يونت بس في المنهج. ماشي. طيب انا كمدرسة انجليزي يا جماعة، يوم ما اجي اخطأ، انا بقول لكم انا كمدرسة انجليزي، يعني الموضوع المفروض بالنسبة لي سهل، يوم ما اجي اختار لابني انا مش هدخله تجريبي لو النظام فضل كده. ليه؟ كمية الفلوس اللي انا هصرفها في تجريبي وكمية الضغط النفسي اللي انا هبقى عايشة فيه ومعايشة ابني فيه، انا في غنى عنها، لان في الاخر مفيش نتيجة. انا لما بشوف الولاد بتوع، يعني انا لما نزلت مراجعة بورسعيد وشفت مستوى الولاد اللي طالعين جريد 2 وحاولت اعمل لهم مراجعة او اعمل لهم كورس، الولاد ما زالوا ما يعرفوش غير الحروف. ناس رايحة جريد 2 ما تعرفش غير الحروف. طب انا استفدت ايه؟ استفدت ايه ان انا مقعدة ابني طول النهار عمالين بنحفظ في كلمات وعمالين بنذاكر في الجرامر وطالع نازل من دروس وناسي تقريبا نفسه وناسي حياته وناسي كل حاجة ومكرس نفسه للعلم زي ما بنقول وبدون فايدة؟ انا استفدت ايه؟ فلوسي كلها وعمال اعمل في جمعيات وعمال استلف وعمال اعمل عشان انزل دروس، ليه يعني؟ ليه وما فيش نتيجة في الاخر؟ انتي اولى، مش هقول انتي اولى، يا ستي ابنك اولى بالفلوس دي. هتقولي طب ما انا بصرف الفلوس دي عليه. لا، انت ما بتصرفهاش عليه، انت بتصرفيها في الهوا. ابنك بينزل الدرس وبيرجع مش مستفيد اي حاجه، لان المنهج اوريدي ثقيل عليه. المنهج فعلا ثقيل جدا على 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 استيعاب طفل. انا ببقى قاعده بدي للطلبه وعندي كونكت او كونكت بلس، انا ببقى بشفق عليهم فعلا والله العظيم. يعني الولاد صعبين عليا، يعني ازاي طفلي يستوعب كل ده؟ انا مش عارفه ابني، لو انا ابني لسه سنه ونص، مش عارفه ابني لما يوصل المرحله دي انا هذاكر معاك الكلام ده ازاي؟ انا هقعد افهمك انت الكلام ده ازاي؟ الدماغ الصغيره دي محدش يقول لي اصل في السن ده استيعابهم سريع واستيعابهم مش عارفه ايه، مفيش الكلام ده خالص. ما هو يعني بالعقل، انا مش عشان انت استيعابك سريع فهر فالمفروض بقى ان انا ارهق استيعابك وارهق مخك في 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 السن ده عشان اقول بقى ايه، انا هملى دماغك باكتر كم. لا، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده بجد، حرام. مش بعقدكم يا جماعه والله، بس انتوا كتير قوي طلبوا مني ان انا اوضح لهم الصوره. انا زي ما قلت لكم انا واحده من الناس، لو فضل النظام بالطريقه دي انا مش هدخل ابني تجريبي. ناهيك بقى عن المناهج، لا تعالى بقى التجريبي. الطلبه يعني سوري انا اسفه يا جماعه زوروني، بعضهم مش هقول كلهم، وبعض اولياء الامور بيعلوا على بعض زي ما اتكلمت في الموضوع ده قبل كده. بيعلوا على بعض ازاي؟ لا انا لازم اجيب ماركه الشنطه تكون احسن من مش عارفه كريم ابن طنط مش عارفه مين، انا لازم اجيب ماركه المقلمه مش عارفه ايه، لازم السبلايز بتاعه المدرسه نفسها تكون مش عارفه من مكتبه ايه. طبعا ده غير السبلايز اصلا المدرسه بتطلبها، مش عارفه كام ازازه ديتول على سن هما بيبلعوا بيه مثلا مع الفطار الصبح، كام وايبس، كام فوطه، كام لا علبه بلاستيك، ولازم انواع معينه بقى تبر وير بقى وحاجات كده. ايه يا جماعه في ايه؟ في ايه ليه كل ده؟ غير بقى اصل هنلم مصاريف عشان الدادة، لا هنلم مصاريف عشان هنزوق الفصل، لا هنلم هنروح ننظف الفصل، لا هنا ده غير بقى الدروس، انتي نازلة طول النهار دروس وراجعة من دروس، فطبعا هتجيبي بمية جنيه حلويات في اليوم عشان يدوب احنا مش لاحقين نتغدى في البيت، احنا مش لاحقين نعمل، احنا مش لاحقين نغير هدومنا، احنا في تجريبي. تمام. فانا هجري بسرعه، هنزل بسرعه، انا اخد ابني كده ساندوتش في اللانش بوكس بتاعته وهنزل اكله له بسرعه في العربيه او في المواصلات عشان الحق اوديه الدرس، عشان يرجع من الدرس يغير هدومه ويرحق يروح درس تاني. في ايه؟ في ايه؟ وجمعيات بتتعمل عشان ادفع دروس، وجمعيات بتتعمل عشان ادفع مصاريف اللي بقت تضعف السنه دي،
وجمعيات بتتعمل عشان اجيب يونيفورم، وجمعيات بتتعمل عشان اجيب سبلايز، في ايه يا جماعه؟ ليه كل ده والنتيجه في الاخر زيرو؟ انا بقى استفدت ايه؟ انا ابني استفدت ايه؟ يعني علاقتي متدمره بابني، لان احنا طول النهار بنصوت ونصرخ في بعض، واقعد وذاكر واعمل اللي عليه، ليه بقى كل ده؟ يعني النتيجه في الاخر انت شايفه ان في نتيجه؟ شايفه ان انت ممكن تلاقي نتيجه من اللي بيحصل ده؟ مش عارفه. طيب ايه البديل؟ يعني خلاص ما ندخلش بقى، يعني طب يعني ادخل بس حكومي وخلاص كده يبقى الولد ضاع؟ لا، هو اولا اللي بيدخله حكومي ما بيضاعوش، بس في حاجه، ان انا هوفر كل الفلوس اللي انا عماله اصرفها دي، ولا انا طولت خاص، ولا انا طولت حاجه كويسه، مجرد فلوس بتترمي في الهوا. طيب انا هصرف الفلوس دي بقى كلها في ايه؟ انا هصرفها بقى على ابني. تاني هتقولي طب ما انا بصرف فلوس على ابني. لا، انت بتصرفيها في الهوا، انت بتصرفي كميه الفلوس دي، كميه الفلوس دي كلها، ومش هتلاقي بيها نتيجه في الاخر. طيب ايه الصح اللي انا اعمله؟ دخلي ابنك مدرسه حكومه او مدرسه مصاريفها بسيطه، وفي المقابل ادي كورسز، ادي بقى الكورس اللي انت عايزاه، ادي كورس كونفرزيشن محادثه، ادي كورس مثلا لو انت عايزه فوكابلري بس، ادي كورس جرامر، ادي كورس، اصل في تجريبي بياخدوا ساينس، انما في الحكومه بياخدوا علوم، ادي له كورس ساينس. دلوقتي في سنترز بتنزل كورس ساينس من سن 3 سنين. انت ابنك 3 سنين بيبقى عارف الكواكب وعارف الجسم الانسان وعارف وعارف وعارف. هتقولي طب ما كل ده بياخده في التجريبي وبنقول عليه تقيل. لا، لما ياخده في كورس بره متدرج على كام شهر، غير لما ابقى مضغوط ان هو بياخد لي كتاب كامل 9 يونتات ولا 6 يونتات في 3 شهور ولا في 4 شهور. تمام، بلس ان مفيش شرح، بلس ان مفيش مذاكره، بلس ان مفيش حد اصلا عارف يتعامل مع المنهج. لكن لما يكون كورس بيبقى الموضوع ممتع، بيبقى فيه اساليب لتوصيل المعلومه، بيبقى فيه ادوات لتوصيل المعلومه، الموضوع بيبقى ممتع جدا. التكلفه مش هتوصل للتكلفه اللي انت عماله تدفعيها دي. هنديله كورس انجلش، هنديله كورس ساينس، هوديه تحفيظ قران، هديله كورس ماس. خلاص انت عايزه ايه؟ انت ابنك في حكومه اهو، واحسن من بتوع المدارس الخاصه، لان انت شغاله عليه طول الوقت. بتخلصي حاجه المدرسه وبتخلصي المنهج بتاعك وبتخلصي كل حاجه، بس في جنب تاني بقى ترفيهي. يعني احنا الانجليش هندرسه بس ترفيهي ككورس، الساينس ترفيهيه، الماس ترفيهي. مش بقول ان هي ترفيهي فاحنا مش هنستفيد منها، لا، الاستفاده بتبقى 100% احسن مليون مره من منهج المدرسه. مش بقول يا جماعه المدرسه ملهاش لازمه، بس اختاري صح. ما تفضليش طول هتختاري تجريبي وهتدخلي تجريبي، او هتدخلي خاص ب10 ولا ب15,000 جنيه، ملوش اي لازمه. لاني زي ما قلت الخاص في مصر لو هو مش بمبالغ عاليه قوي ب80 و90,000 جنيه وحاجات كده، ففعلا ما بيوصلش للمرحله اللي انت عايزاها. وحتى لو غالي قوي كده برضو ما بيوصلش للمرحله اللي انت عايزاها بنسبه 100%. فانت اللي اخترتي دلوقتي، انت اللي اخترتي تجريبي، او انت اللي اخترتي الطريق ده. انت صرفتي بمزاجك، ضغطتي نفسك، عملتي جمعيات، مليون جمعيه، وانت ضغطه نفسك وضغطه زوجك وضغطه بيتك وضغطه ابنك وضغطه نفسك صحيا ونفسيا وماديا وكل حاجه. فما تجيش تذلي ابنك بده، ما تجيش تقولي لابنك اصل انا بصرف واصل انا بعمل ومش لاقي نتيجه. هو ملوش ذنب، ده قرارك وده اختيارك. انت اللي اخترتي لابنك ده، ابنك لا حول له ولا قوه، ابنك ولا يعرف يعني ايه تجربه، ولا يعرف يعني ايه عربي، ولا يعرف يعني ايه حكومه. انت اللي اخترتي ده طريق، انت اللي اخترتيه ومشيتي فيه. فلو اخترتيه ومشيتي فيه ولقيتي نفسك واصله المرحله دي من التدمير، ما تلوميش غير نفسك، خصوصا بعد ما الصوره وضحت لك. تمام. طيب في ناس بتبقى شايفه ان الصوره فعلا واضحه لها والدنيا متدمره معاها وعلاقتها بابنها بايظه، وبرضه مكملين. خليكي مكمله زي ما انت، بس برضه ما تلوميش غير نفسك، ما ترهقيش ابنك اكتر ما هو. كفايه الضغط اللي هو فيه، كفايه ضغط المناهج اللي عليه، كفايه ضغط انا المفروض اذاكر كذا، كفايه ضغط انا المفروض اعمل كذا. لا، كفايه بجد عليه كل ده. زي ما قلت لك ما تطلبيش من ابنك ان هو يتحمل مسؤوليه في سن زي ده، حرام. اتحمل مسؤوليه حاجه انا اخترتها، اتحمل مسؤوليه قرار انا خدته. يا عم انا عايز اروح مثلا الدرس بالطقم ده، طب يا حبيبي الطقم ده صغير عليك، خلاص روح بيه بالطقم ده وتحمل مسؤوليه قرارك لما اصحابك يضحكوا عليك. خلاص دي حاجه هو اللي اختارها، لكن ما تحمليهوش قرار ان انت اخترتي له تجريبي وان انت مضغوطه بسببه.
انا اعصابي تعبت من المذاكره، انا اعصابي تعبت من نزول وطلوع كل شويه، انا اعصابي تعبت من الفلوس المصاريف اللي لا هو ما ملوش دعوه بالكلام ده خالص. انت اللي اخترتي وانت اللي قررتي الطريق ده وانت اللي حابه تكملي فيه، خلاص يبقى هو ملوش دعوه. حابه تختاري الطريق التاني، الطريق اللي هو مش بقول سهل، هو بس ابسط شويه، اللي هو المدرسه الحكومه اللي فيها اولاد شاطرين جدا وفيها اولاد ممتازين جدا وفيها اولاد نضاف جدا وعسولين قوي، وفي نفس الوقت كل الفلوس دي والمجهود البدني والنفسي ده توفريه في 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 كورسات، هيبقى صدقيني الموضوع احسن جدا وهتلاقي ابنك متميز جدا عن اي حد. نفكر صح بس يا جماعه. القرارات اللي بتطلع دلوقتي كل يوم، يعني انا واحده من الناس زي ما قلت هدخل ابني حكومه لسبب، لان انا نفسي ان انا قوي اركز معاه في موضوع الكورسز ده، لان النهارده المدرسه كل يوم بقرار، النهارده هناخد كونكت، لا معلش الترم الثاني هنزل كونكت بلس. طب انت ازاي اصلا بتديني كونكت بلس وانا الترم الاولاني ما خدتوش؟ هو مش كونكت بلس ده تكمله؟ لا يعني المفروض منهج ترمين فهو تكمله للترم الاولاني، انت ازاي فجاه كده بتديهوني؟ انا اعرفه منين فجأة؟ لا احنا هننزل كونكت على الناس كلها وهناخد كمان كونكت بلس. لا في ايه، في ايه يعني؟ انت ما ترسلك على حل، انت ما فيش قرار بيقعد معاك بيقعد في ايدك اسبوع، فانا ليه ان انا هفضل قاعدة حاطة حياتي وروح ابني او مستقبل ابني في ايدك ليه؟ خلاص يا عم قرر اللي انت عايزه، وانا في حكومي كده كده الموضوع اسهل، الموضوع ابسط، ويعني هنقول مش هنقول ببلاش برضو، ما بيدفعوا 160 جنيه برضو، 160 جنيه بالنسبه لناس كتير جدا مش قليله برضو، ده غير طبعا اليونيفورم، ولو في حاجه مثلا مدرسه هتطلبها، لو في كراسات كشاكيل، في كتب، في حاجات، فالموضوع برضو بالنسبه لهم مش ببلاش، يعني عشان بس ما حدش يبقى متخيل الموضوع لا في حكومه بقى احنا هنروح مش هندفع حاجه. برضو ممكن تدي دروس، انا مش بقول ان انت هتروحي فمش هدي دروس، بس انا بتكلم ان المواد هتبقى بالعربي مثلا، فنقدر ان احنا نتابع فيها شويه، هناخد منها كونكت بس مش كونكت وكونكت بلس، فهقدر ان انا اتابع فيه شويه. وفي المقابل زي ما قلت تابعي بقى مع ابنك انت كورسات، نمي مهارات ابنك في تمرين هو بيحبه، ادي تحفيز قران، ادي ماس، ادي ساينس، ادي انجلش، الانجليش فروع كتير قوي، ادي في كل الفروع بتاعته. انت دلوقتي موفره كم فلوس مهول، موفره كم وقت مهول، موفره كم مجهود بدني ونفسي مهول، هتركزي هتلاقي نفسك بتركزي مع ابنك في حاجات اهم كتير قوي من ان افضل قاعده اعمل هوم ورك، المس هتضرب، المس هتزعق، احنا ما عملناش الهوم ورك، ما لحقناش نحفظ، ما لحقناش نذاكر، ما لحقناش نرجع، عايزين ننزل نلحق الدرس، عايزين ننزل نلحق المدرسه، عايزين ننزل نلحق مش لا صدقيني انت قدامك طريقين، الصوره وضحت ليكي في الاثنين، استخيري ربنا واختاري، انا مش بفرض عليكي حاجه ومش بعقدك، مش بقول لك اعملي ده وما تعمليش ده، لا بس انا بس ايه، في ناس الصوره ما كانتش واضحه لها فانا وضحتها لها. في ناس الامر مزعج جدا بالنسبه لهم، الامر مزعج بالنسبه لي انا شخصيا، وانا ابني لسه سنه ونص، يعني انا بفكر من دلوقتي انا ده هذاكر له الكلام ده كله ازاي. فانا بصراحه من دلوقتي مختاره الطريق اللي انا قايله لكم عليه ده يعني لغايه ما اشوف الدنيا ماشيه ازاي. وانا بقول لكم انا مدرسه انجليزي، واصحابي كتير على فكره مدرسين انجليش، مقررين برضو موضوع ان هم يحاولوا من تجريبي او مش هيكملوا اصلا تجريبي او مش هيختاروا من الاول. فانت قدامك الطريقين، اختاري اللي انت عايزاه، اهم حاجه ابنك ملوش ذنب في اختيارك، ده قرارك انت واختيارك انت، ما تحملهوش ذنب اختيارك ده. وزي ما قلت استخيري ربنا واسالي كتير واعرفي كتير، اعرفي الدنيا فيه ماشيه ازاي، بحيث ان انت تبقي عارفه الطريق اللي انت مختاراه ده صح ولا غلط. وفي النهاية ربنا يكتب لنا الخير يا رب في أي حاجة نختارها، ويسر أمر ولادنا كده، ويعني نشوف حاجات كويسة في التعليم الأيام الجاية، بس الواضح إن ده مش هيحصل يعني. وربنا معاكم إن شاء الله كلكم، وأي حد حابب إن هو يستفسر عن أي حاجة يكتب لي في الكومنت، أو أي مشكلة تانية عموما بقى غير موضوع تجريبي وحكومي ده يكتبها لي في الكومنت ونتناقش فيها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.